أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي إلى حلقة جديدة من برنامج أجندة مفتوحة، نبحث فيها المواقف الدولية من الأزمة الليبية وما يرافقها من تطورات ميدانية ودبلوماسية. فبعدما وصف بأنه نوع من الجمود، يبدو أن المشهد الليبي يتحرك عسكريا وسياسيا. أصحابكم في حلقة اليوم التي نخصصها للمغرب العربي، أنا مكي هلال ومعي ضيوف البرنامج. في الاستوديو السيد رشيد بن حميدة ممثل مجلس ثوار مصراتة بلندن، ومعنا السيد ماركوفيتش زينو مدير مشروع الاستراتيجية الدولية. كما يشارك معنا من القاهرة دكتور محمد سلمان الورفلي أستاذ التاريخ الحديث في جامعة 7 أكتوبر الليبية. قبل أن نبدأ الحوار مشاهدينا ومستمعينا، نستعرض معا أهم محطات المواقف الدولية والإقليمية من المجلس الوطني الانتقالي الليبي. ففي 10 مارس/آذار كانت فرنسا أول دولة تعترف بالمجلس ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي. وفي 28 من الشهر ذاته أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف بالمجلس وتقترح تسويق النفط المنتج في الشرق الليبي. وفي 4 أبريل/نيسان انضمت إيطاليا إلى فرنسا وقطر لتعترف بالمجلس بصفته المحاور السياسي الذي يمثل ليبيا. وفي 18 من شهر مايو/آيار الجاري طلبت بريطانيا من المجلس إنشاء مكتب رسمي له في لندن. وفي 13 من الشهر نفسه طالب محمود جبريل القيادي في المجلس واشنطن بالاعتراف الرسمي بالمجلس. نبدأ النقاش مشاهدينا ومستمعينا. أبدأ معك سيد رشيد بن حميدة ممثل مجلس ثوار مصراتة في لندن هنا. إلى أي وجهة تتجه الأحداث دبلوماسيا بعد هذا الحراك الذي شاهدناه في الأيام الأخيرة؟ والله نعتقد إحنا يعني أن المجلس قد حقق خطوات كبيرة في المجال الدولي، وأن الدول العالم جميعها تؤيد قضية الشعب الليبي. يعني بدون استثناء هو المجلس يعتبر مجلس مؤقت، فالدول تعترف بحكومات. هو سبب عدم تأخر اعتراف الدول أنها هناك إشكالية أن المجلس مؤقت وأن الدول لا تعترف إلا بالحكومات. فلهذا السبب يعني أرى أن المجلس حقق خطوات كبيرة في مع الدول الأوروبية مع الدول العربية، يعني إلى حد كبير يعني نعتقد أن المجلس يعني متى زال نظام القذافي فستنشأ حكومة رسمية في ليبيا وسيتم الاعتراف الدولي بالنظام الجديد. يعني لعل الموقف العربي يبقى لافتا أنه ينظر أو يتابع المشهد ولا يصدر مواقفه إلا باحتشام شديد باستثناء قطر والإمارات. نعلم أن بقية الدول العربية لا تدعم أو لا تقدم هذا الدعم بشكل علني على الأقل. هل إن المجلس هو الذي يتوجه أكثر إلى الغرب، أم أن الدول العربية مواقفها مترددة وتنتظر لمن ستكون الغلبة حتى تقرر بعد ذلك؟ أعتقد أن الدول العربية عندها ظروف خاصة، وخاصة ظروف تغيير مشابهة للظروف الليبية، وخاصة في تونس وفي مصر وفي باقي الدول العربية. وأعتقد أن وقوف الإمارات وقطر والأردن والكويت، أيضا الكويت اعترفت بالمجلس، يعني نتمنه كثيرا. يعني ونرى أن احنا كنا نتمنى والله أن الجامعة العربية لديها قوات استطاعت أن تحمي الشعب الليبي من حرب القذافي. مع رئيس دولة يحارب في شعبه، يعني هذه وصمة حرب في تاريخ البشرية، يعني لم تحصل من قبل. يعني نعم، لعلي أسأل هنا السيد الورفلي من ليبيا أو من القاهرة عفوا، السيد محمد سلمان أستاذ التاريخ الحديث في جامعة 7 أكتوبر، كمحلل ومتابع سياسي، ما بين الموقف العربي الخجول والموقف الغربي الذي يتنامى في دعمه للمجلس الوطني الانتقالي وليس آخرها في الحقيقة طلب كاميرون بأن يفتحوا مكتبا لهم في لندن، كيف تقيم هذه الخطوة أنت؟ أولا أريد تصحيح الاسم، محمد سليمان الزروق وليس سلمان. سليمان عفوا. يا سليمان، بالنسبة إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا، طبعا الدول العربية هذه سابقة خطيرة في القانون الدولي وفي سياسات المجتمع الدولي بصفة عامة. يعني اعتراف بمجلس لم يكتسب الشرعية عن طريق صناديق الاقتراع أو عن طريق إرادة الشعوب،
بل شكل هل القذافي لديه شرايط صناديق الاقتراع التي ذكرت؟ غير عفوا خليني نكمل كلامي يا استاذ العزيز. تفضل. وبالتالي هذه الظاهرة بالنسبة لي، أنت سألتني عن الاعتراف العربي والغربي. نعم. العرب لو اعترفوا بالمجلس الانتقالي حتصبح يعني بادرة خطيرة بالنسبة حتى للأنظمة العربية بصفة عامة، يعني أي أقلية أو أي مجموعة سواء كانت إثنية أو طائفية تخرج على الحاكم وتشكل مجلس أو تشكل كيان سياسي ويطلب العالم الاعتراف به، يعني تصبح هذه البادرة يعني كظاهرة حتعم في العالم العربي كل. احنا لاحظنا حتى اقليم كوسوفو رغم انه فصل على صربيا لم تعترف به دول العالم كلها، يعني ما عدا الولايات المتحده وبعض الدول السعوديه وبعض الدول الاخرى، على لا تعد على اصبع اليد الواحده. وبالتالي شرعيه هذا المجلس لم تكن شرعيه منبثقه من اراده شعب او من عن طريق ديمقراطيه عشان تكسب هذا التأييد الشعبي. السيد ورفل إذا سمحت لي بأن أسأل في هذا السياق، ذكرت كوسوفو والمجتمع الدولي تدخل هناك، وهناك ما يسمى بمسؤولية المجتمع الدولي. في ليبيا هناك معارك وحرب طاحنة ولها بعد عسكري واضح، هل من مسؤوليات المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية المدنيين كما فوضه قرار مجلس الأمن بذلك؟ يا عزيزي، المجتمع الدولي تجاوز قرار حماية المدنيين، أصبح هو في طور إسقاط النظام. راسموسن امبارح خرج علينا وقال النظام حينهار ومسألة وقت بسيطة وحينهار. الضربات المكثفة لاغتيال معمر القذافي أصبحت واضحة ولا تخفي على جميع، أصبح إسقاط النظام هو الهدف. المنطقة الشرقية جمود على المنطقة الشرقية في منطقة البريقة بين إجدابي والبريقة، ولا يوجد تهديد للمدنيين من قبل قوات الجيش الليبي للمدنيين، وبالتالي ما زال القصف مستمر وما زال العدوان مستمر على ليبيا. امبارح شاهدنا في منطقة البريق سقطوا عشرات الأبرياء نتيجة قصف لمنطقة قصر بيت ضيافة، يعني وفيه كانوا ناس مشايخ ومن حافظ القرآن الكريم. يعني أين والحلف الناتو يتأسف على سقوط مدنيين؟ يعني أين حماية المدنيين؟ القرار أصبح مطاطي، والقرار أصبح يعني يتلاعب بالألفاظ في هذا القرار، وعطوه أكثر من حجمه، وأصبح هي مظلة تحتها مسوغات ومبررات، يعني الهدف منها إسقاط النظام، والهدف منها يعني ليس حماية المدنيين بدرجة أولى بل قتل المدنيين. نعم، تبقى معنا سيد محمد سليمان، سنعود لك بالتأكيد. أسأل الآن أو قبل أن أسأل سيد ماركو، ذكر بأنه ينضم إلينا من باريس أيضا دكتور عادل لطيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة السربون، وسيشاركنا الحوار فيما بعد بالتأكيد. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا. أسأل دكتور ماركو، المجتمع الدولي في الحقيقة تردد في البداية، واخترقت ربما فرنسا حاجز الصمت الدولي بالترحيب، ثم إيطاليا فيما بعد، التحقت بها قطر. الآن عقبة واشنطن تبدو كأنها مترددة هي الأخرى، قد تدعم في السر لكنها في العلن لا تعطي تفويضا شرعيا للمجلس الانتقالي. لماذا هذا التردد الأمريكي حسب رأيك؟ أسباب، وربما أحدها هذه الأسباب هو أن المجلس الانتقالي المؤقت قبل أن تعترف به الحكومة الأمريكية، ولكن الكلمة المهمة هي الاعتراف الرسمي، وبالتالي فالاعتراف كأمر واقع. عندما تعطي تأييدا لمجلس الانتقالي فإن المهم هو الحفاظ على بقاء هذا المجلس من أجل أن يقوم بمهامه المدنية والإدارية وحماية المدنيين. وبالتالي أنت تتحدث عن مجلس انتقالي انبثق للتو ربما منذ 3 أشهر فقط، ويسعى إلى الحصول على الاعتراف، وقد تمكن بالفعل من الحصول على هذا الاعتراف من قوتين عظميين. وطبعا فإن مسألة التمويل مسألة ليست سهلة. الولايات المتحدة قالت بشكل قاطع أنها ترغب، عفوا، في العراق المجلس الانتقالي اعترفت به فورا، في تجربة أفغانستان كرزاي لم تتم هذه المماطلة في الاعتراف. هل يعود هذا لأن المجلس الوطني الانتقالي الليبي إنما هو نابع من الداخل، ومنذ البدء ربما يقول البعض لم تكن لأيادي أمريكية دور فيه؟
أعتقد أن كل قضية ينظر إليها على أحوالها، وهناك أنماط وهناك أنظمة، فكل حالة تختلف عن الأخرى. فيما يخص كارزاي في أفغانستان، كانت هناك حكومة طالبان التي كانت تقوم بأعمال إرهابية وتقتل الآلاف من المدنيين، فهذا موقف متطرف. وبالتالي فإنك إذا شئت أن تقارن ما بين أفغانستان وليبيا، فإن هذا نوع من المقارنة الصعبة. وكما تعلم إن هناك عدة أشياء، هناك النفط وهناك الموارد وهناك بلايين الدولارات والأصول الموجودة في التي تملك الحكومة الليبية. وبالتالي فإن على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تعترف بهذا المجلس الانتقالي بشكل رسمي، إلا أنها تنظر إليه بشكل جيد. وأعتقد أنه لكي لإعطاء هذه الأموال، لترغب في إعطاء هذه الأموال إلى المجلس الانتقالي بشكل سليم وبشكل صحيح يتفق مع، وبالتأكيد أن يكون ذلك وسط منظومة بشكل جيد تضمن إلى أين تذهب هذه الأموال. في حقيقة سيد ماركو، إلى الأموال والأصول المجمدة في واشنطن وإمكانية تحويلها أيضا كخطوة دبلوماسية أخرى لدعم المجلس الوطني الانتقالي. نسأل في هذا السياق في باريس دكتور عادل اللطيفي أستاذ التاريخ المعاصر هناك. يبدو الموقف الفرنسي لافتا في الحقيقة أستاذ عادل. اخترق أول من اخترق جدار الصمت الدبلوماسي الدولي، وكان له عرابون كما يقال، لعلك تعرف أبرزهم. لماذا باريس؟ هل تسرعت في الأمر أم أنها خطوة محسوبة؟ كما يقال ساركوزي يدير البلد بعقلية رجل الاستثمار الذي لديه حساسية إدراك أين تكمن الموارد والصفقات والعقود بسرعة. شكرا. يبدو أن الموقف الفرنسي فيما يخص الملف الليبي بالعكس هو عكس ما يمكن أن نتصوره، لأنه فرنسا من خلال الاعتراف وسرعة التحرك يعني فيما يخص الشأن الليبي، هي أتت أساسا لتفادي الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها الدبلوماسية الفرنسية والكارثية ربما، ولا أهول ما قلت كذلك، فيما يخص موقف من تونس الثورة التونسية، وفيما يخص كذلك الموقف من الثورة في الشارع في الثورة المصرية. إذن كان هناك يعني رغبة فرنسية لتفادي تلك الأخطاء، وكيف يمكن لفرنسا أن تتفادى تلك الأخطاء؟ بسرعة التحرك والسبق الدبلوماسي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يجب أن نتذكر أن فرنسا عندما اعترفت بالمجلس الانتقالي وعندما كانت هي الأكثر حماسا يعني للتعجيل بحل عسكري، لأن لا ننسى أنه على أرض الميدان كانت يعني كتائب القذافي تهدد آخر معقل للثورة الليبية وللشعب الليبي بصفة عامة وهو بنغازي، ولولا سرعة هذا التدخل لحصلت الكارثة. بالنسبة لبعض العربين كما تحدثتم ربما تشيرون هنا إلى الفيلسوف بين ظفرين برنار أنري ليفي، أعتقد أنكم تقصدون برنار أنري ليفي. بالضبط. نعم. وسنأتي إلى هذا المقطع بعد عرض ربما تعريف أو تلخيص جرافيك موجز بهذه الشخصية. أود أن أسألك قبل أن نمضي إلى ذلك أستاذ عادل، هناك من يقول أن الموقف الفرنسي أملته مليارات النفط والمصالح النائمة هناك، وأنه يستحسن أن تعجل وتكون من أول الفاتحين لباب العلاقات مع المجلس الوطني الانتقالي الذي ستكون له اليد الطولة في السلطة وتقرير السياسة فيما بعد في ليبيا. لا أعتقد أن العامل الأساسي هو ما أشرت إليه، يعني تفادي السياسة الخارجية الكارثية التي وقعت مع ميشيل اليوماغي وزيرة الخارجية السابق، خاصة فيما يخص الحالة التونسية. وكان لابد من، لأنه بصراحة الفرنسيين كانوا يعتقدون أن هناك ثورة، حتى لم يكن يعتقدوا بنجاح الثورة التونسية. نجحت الثورة التونسية وتوسعت في مصر ثم توسعت في باقي البلاد العربية. طبيعي جدا ساركوزي هو، لا ننسى أنه حامل لمشروع الوحدة المتوسطية، والوحدة المتوسطية من أجل يعني المتوسط. نعم.
يعني الاتحاد من أجل المتوسط، وبالتالي لابد بحكم توسع رقعة يعني الانتفاضة أو الثورة العربية طبيعي جدا أن تواكب الخارجية الفرنسية هذا التحرك. نقطة أخرى فيما يخص ربما المصالح الاقتصادية، أعتقد أن المصالح الاقتصادية مشروعة لكل دولة، فكما لفرنسا مصالح اقتصادية في ليبيا ربما مستقبلا، كذلك لليبيا مصالح اقتصادية كمصدر يعني للبترول، أو حتى يعني الآن المصالح الاقتصادية أصبحت يعني مشتركة. لكن هناك ظروف جديدة والعالم كله يعرفها، أن هذه الثورة كذلك جاءت لتواجه الفساد، الفساد في التصرف في الثروة العامة، في سواء كانت نفطية أو غير نفطية، وبالتالي سواء فرنسا أو أمريكا أو أي بلد عربي يعلم مسبقا أنه من هنا فصاعدا ستكون لابد أن تكون هناك شفافية في المصالح الاقتصادية والمعلومات الاقتصادية التي ستكون، يعني المجلس الانتقالي مثلا أو الحكومة الليبية المقبلة سوف لن يكون بمقدورها أن تقيم صفقات هكذا دون علم المعارضة والمجتمع المدني بصفة عامة. نعم، أعود إلى القاهرة مع دكتور محمد سليمان من هناك. قراءتك أنت للموقف الفرنسي الذي بدا لافتا في ربما سبقه الدبلوماسي كما سماه الأستاذ عادل. كيفما أضاف ضيفك الأستاذ عابد، طبعا الموقف الفرنسي جاء كرأس حربة في أحداث ليبيا نتيجة الموقف المتقاعس من الثورة التونسية التي طاحت وزيرة الخارجية. أيضا هناك خلافات بين ليبيا وفرنسا بخصوص تسويق الاتحاد من أجل المتوسط الذي نادى به الرئيس ساركوزي، وأيضا حاولت فرنسا لجم كباح السياسة الليبية الممتدة في أفريقيا باعتبارها أصبحت منافس لها. أيضا فرنسا ليبيا رفضت التوقيع على صفقة استيراد طيارات اللي هي رافال الفرنسية التي لم تباع منها حتى طائرة واحدة، والآن أصبحت مشاركة في قصف الليبيين. وبالتالي هناك تجاذبات وهناك نقاط اختلاف بين السياسة الليبية والسياسة الفرنسية في هذا الصدد. ضف إلى ذلك أن تأخر برام الصفقة اللي وقعها الرئيس الفرنسي بقيمة 5 مليارات دولار مع الحكومة الليبية تأخرت بعض الشيء نتيجة لظروف معينة. كل هذه الإجراءات دفعت فرنسا اللي هي بأنها تقود المشروع وتقود المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات ضد ليبيا بصفة عامة. يعني هناك مجموعة من المعطيات وهناك مجموعة من الأشياء دفعت فرنسا اللي انها تقوم. اضيف الى ذلك ان المصالح الاقتصاديه الفرنسيه، ليبيا قريبه لساحلها 1900 كيلومتر، غنيه بالنفط، قريبه من اوروبا، وبالتالي تريد ان تكون لها الصداره في اي مستقبل. نعم. في دكتور محمد، لنفهم اكثر الموقف الفرنسي في الحقيقه لابد من استعراض اسم لافت وهو الفيلسوف برنار هنري ليفي كلاعب رئيسي في تشكيل الموقف الفرنسي تجاه الوضع في ليبيا. فمن هو برنار هنري ليفي هذا؟ ولد برنار هنري ليفي في الجزائر سنه 1948 لعائله يهوديه ثريه، ودرس الفلسفة في فرنسا، واشتهر بانتمائه لحركة الفلاسفة الجدد التي تنتقد الاشتراكية، كما عمل مراسلا حربيا واشتهر كناشط سياسي، وهو صديق مقرب للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وقد زار لمرات عدة بنغازي عقب سقوطها في أيدي المعارضة الليبية، وألقى خطابا في بنغازي أمام 30,000 شاب، كما ظهر على التلفزيون الفرنسي ليطالب بدعم المعارضة الليبية، وهو يعتبر مهندس الاعتراف الفرنسي بالمجلس الوطني الانتقالي، وقد اعتبرته الصحافة الفرنسية لورانس ليبيا. أعود للسيد ماركو للتعليق على الأمر ما بين لورانس أريبيا القديم ولورانس ليبيا. هل توافق على هذا التحليل أن السيد ليفي كان عراب هذا السبق الدبلوماسي الفرنسي فيما يخص الموضوع الليبي؟ ربما كان أحد المحرضين أو اللاعبين الكبار في هذه المسألة، لكنه لم يكن اللاعب الوحيد.
هو بالطبع صديق لساركوزي وهذا أمر مهم، وبالطبع الفرنسيين ما كانوا ليذهبوا بسبب رجل واحد. هذا الرجل كان يتحرك في موقف يتحرك فعلا وانتهز هذه الفرصة بشكل جيد. نحن لا نتحدث فقط عن فيلسوف، ولكن نتحدث عن رجل لديه الكثير من المؤهلات ونواحي شخصية، وبالتالي فهذا الرجل كان يسعى إلى أن يكون مدافعا عن الشأن الليبي، وكما تعلم مثل جورج كلوني في السودان. ولكن في نهاية الأمر إن لم الرئيس الفرنسي لم يكن ساركوزي فقط، ولكن في حقيقة الأمر آلان جوبي، وهو رجل ذكي جدا ونظر إلى شرعية هذه المسألة، وهو كما تعلم فإن العقل المدبر الاستراتيجي لهذه المسألة هو آلان جوبي وليس السيد ليفي. وبالتالي فإن الفرنسيين سعوا إلى تقييم هذا الموقف وبشكل سريع، ونظرا للموقف السياسي في فرنسا، وكما تعلم في أنه في 2012 هناك انتخابات، وتعلم أن ساركوزي يحظى بشعبية متدنية في الوقت الحالي ويسعى إلى تحسين هذه الصورة. هذا فقط مجرد عنصر واحد في هذه المعادلة وليس المعادلة كلها، وبالتالي إن المسألة أعقد من ذلك بكثير، تتضمن عناصر كثيرة بعضها ديناميكي في منطقة المتوسط، ولكن هناك أيضا الهيبة والاحترام الفرنسي على النطاق العالمي. وفيما يخص ليبيا، ليبيا ترك هذا الفراغ، ولكن السيد ساركوزي لأسباب تهمه وشخصيا، وكذلك تهم الموقف الفرنسي ككل. وبالتالي تقدم هو على أوباما ودخل في هذا الموقف، وكما تعلم في هذه تصرف في أما الفرنسيين والإنجليز الدبلوماسية الإنجليزية والفرنسية معززة بالقوة العسكرية الجوية الأمريكية، وبالتالي فإن القوة الجوية كانت معظمها للأمريكيين. نعم، لعل الصورة الدولية تكون اتضحت أكثر. أنت سيد رشيد بن حميدة كممثل ثوار مساعدة، قراءتك لهذا التسرع الفرنسي الدبلوماسي كما يراه البعض، أو لهذا الفتح والذكاء الدبلوماسي كما يراه البعض الآخر؟ طبعا فرنسا تعرف جيدا أن نظام القذافي لا يملك شرعية، وتعرف جيدا ممارسات القذافي على شعبه، وتعرف وبهرت جيدا عن طريق السيد ليفي بما شاهده من توار. وحقيقة يعني الأخ رفال يقول لك أن توار لا يملكون شرعية، التورات في التاريخ كيف هو الآن يعطي شرعية للقذافي وهو لا يملك شرعية للقذافي ويخلعها. لكن عفوا، هي لم تنبهر بالثورة التونسية والمصرية قبلها وفاجأتها ربما. صحيح، ولكنها تستفيد من أخطائها، أكيد بالطبع هي هتستفيد من أخطائها. بالإضافة للقذافي هو رجل يعني 42 سنة لم ينشي حتى أجهزة شكلية ديمقراطية شكلية لم ينشيها داخل ليبيا، يعني مسك السلطة ويخدر الشعب بالشعارات وبالتجيل وبالكذب وبالافتراء، وتجرأ أن يقتل شعبه. يعني هذه مأساة لم تحصل من قبل، بدل أنه هو يتفاهم مع شعبه أو يدير حوار مع شعبه، وجه إليه طائراته وصواريخ، فلهذا فقد شرعيته العالم كله ومجلس الأمن بما فيها روسيا، حتى روسيا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية. عم سنأتي إلى الموقف الروسي، في الحقيقة هي تؤيد المحكمة الجنائية الدولية، لكنها ترفض تجميد الأموال والوصول، وتقول أن الأمم المتحدة هي لوحدها الجهة المخولة بالإقدام على مثل هذا التجميد جميل الأصول الليبية في أمريكا، وهي ليست بالقليلة كما ذكر السيد مارك. على كل فاصل قصير مشاهدين ومستمعين، نعود بعده لنتابع وإياكم هذا النقاش من حلقة اليوم من برنامج أجندة مفتوحة. أهلا بكم إلى حلقة
جديدة من بي بي سي أكسترا وفيها التكاليف اللي ممكن أي مدرسة عادية عنها طلابة. جرائم الشرف في العالم العربي، هل تفلح الأعمال الفنية بالتخلص منها؟ ينشأت ملايين تنفق كل عام على تقديم الطعام المجاني، وهل هناك فارق بالنسبة للمثلث؟ محاربين مقاومين. بي بي سي أكسترا على موجات بي بي سي الإذاعية. أكسترا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. كنا بصدد تقليب الموقف الفرنسي والخطوة الجريئة التي أقدم عليها في دعم المجلس الوطني للانتقال الليبي، وفتحت بعدها الباب لدول أخرى مثل إيطاليا وقطر وأيضا بعض الدول الغربية كلندن. أما واشنطن فما زالت تبقي ربما على دعم غير معلن، أما دبلوماسيا فلم تعترف بعد بالمجلس الوطني الانتقالي. أسأل سيد عادل اللطيفي من باريس، برنار ليفي ربما يضخم دوره في أن يكون فعلا عراب هذه العجلة الفرنسية في فتح أبواب للنقاش والتحاور والدبلوماسية مع من سيتولون الأمر ربما في ليبيا فيما بعد. نعم، هناك بعض التضخيم، وهناك كذلك أعتقد حسب رأيي بعض الانتهازية من طرف برنار أنري ليفي، وهذا ليس بجديد. هناك نقطة مهمة ربما نسيت الإشارة إليها فيما يخص المصالح الاقتصادية الفرنسية. أعتقد أنه بالنسبة لفرنسا، وسأعود بعد ذلك لبرنار أنري ليفي، بالنسبة لفرنسا الرهان الأساسي أعتقد ليس النفط، بل خاصة مناجم الأورانيوم الموجودة في شمال تشاد وشمال النيجر، والتي تشغل أغلب يعني المفاعلات النووية، يعني الكهرباء النووية في فرنسا، والتي تشرف عليها شركة أغيفا، والذي تسبب في يوم ما في حرب يعني بين تشاد وبين ليبيا، وفي الحقيقة حرب بين فرنسا وبين تشاد. يعني هناك المعطى الاقتصادي مهم، وهذا يعني ليس بجديد، وبالتالي حتى شخص برنار أنري ليفي أعتقد أنه ليس لوحده قادرا على توجيه هذه السياسة. أنا مع ما قاله المتدخل من واشنطن تقريبا، يعني في سيد مارك هنا في الاستوديو معنا. نعم في الاستوديو، اسمح لي. نعم. معقول جدا، هناك مهندس صحيح وهو يعني وزير الخارجية الحالي، لكن يجب أن ننسى نقطة هل أخرى. هل الأمر هنا في هذا السياق سيد عادل، لو لم بقي لو بقيت سيدة ميشيل اليوماري ولم يأتي جوبي، هل أبقت الدبلوماسية الفرنسية ربما على ترددها وعلى صمتها؟ هل هذا الأمر يرتبط بشخصية جوبي الذي يعتبره سيد ماركو من أذكى ربما الدبلوماسيين الفرنسيين الآن؟ طبيعي جدا، هو خبير وذكي، ولكن أعتقد حتى بغض النظر عن ألانجي أو عن شخصية وإمكانيات يعني ألانجي بي، كان لابد لفرنسا أن تراجع موقفها، لأن يعني لا نتصور يعني مع الحراك الحالي أن تكون فرنسا يعني تبقى تحافظ على نفس ما قالته فيما يخص يعني بن علي عندما كان في أيامه الأخيرة في تونس. هناك كذلك مشكل سياسي في فرنسا، أن صحيح يعني درجة موسان أو شعبية ساركوزي في تراجع، وساركوزي وهذا ما تقوله بعض الصحف هنا في فرنسا يريد أن يتجاوز مأزقه الداخلي عن طريق تحسين صورته من خلال السياسة الخارجية. ربما هنا برنار أنري ليفي يلعب دور، لماذا؟ لأنه شخصية إعلامية، هو نجم. صديق ساركوزي لكن نجم، نعم نجم إعلامي. لا ننسى أن برنار أنري ليفي في الانتخابات الأخيرة ساند سيغولان رويال ولم يساند ساركوزي، لكن له تأثير إعلامي، ولكن هذا التأثير الإعلامي واهتمامه حاليا بليبيا لا أعتقد أنه من باب الموضوعية، لأنه برنار أنري ليفي مثلا فيما يخص مساندة الشعب الفلسطيني هو لا يساند القضية الفلسطينية، هو متحمس لمساندة إسرائيل بشكل عنصري في بعض الأحيان. نعم هو مساند يعني بشكل كبير وكبير جدا، وهو يقف وراء جيكول أعتقد يعني النداء اليهودي الأوروبي الذي يعتبر أن الفلسطينيين يعني العرب في العرب 48 في إسرائيل هم يعني خطر ديموغرافي على إسرائيل، وهو يطالب باعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. لا يمكن لشخص يعني يقول مثل هذا الكلام أن يساند الثوار في ليبيا أو أن يساند الثورات العربية. دوره حاليا بالنسبة لساركوزي هو ربما
قيمته الإعلامية، خاصة وأن ساركوزي يريد التقرب من الأصوات المغاربة والعرب الفرنسيين من أصول مغاربية، كناخبين يعني في الحملات الانتخابية، كناخبين طبيعي. نعم، أرى دكتور محمد سليمان كان يتفاعل مع ما تقول من القاهرة. تفضل دكتور إن لك ما تضيف بصدد الموقف الفرنسي وسبقه على الآخرين. ماذا نتوقع يعني من شخص يعني نزعة يهودية يساند دائما اليهود في المحافل الدولية، صديق شخصي لحزب اليكود وزعامات اليهودية، أن يدعم التوار في ليبيا؟ هذه من المفارقات الغريبة يعني، وهم يهللون ويطبلون لهذا اليهودي الذي دنس للأسف الشديد الأراضي الليبية ورحبوا به واحتفوا به واعتبروه يعني كفاتح في ليبيا. الآن هناك تسريبات صحفية تشير إلى أن برناند يجري صفقة بين إسرائيل وبين هذا المجلس الانتقالي بجعل إسرائيل تضغط على الدول الغربية للاعتراف بهذا المجلس، وأيضا تدعمه سياسيا وتدعمه من تحت الطاولة طبعا وتدعمه اقتصاديا. هذا اتهام خطير. عفوا، هذا في وثيقة عرضت في وثيقة عرضت بين جيش الدفاع الإسرائيلي واتصالات يعني على أساس أن إقامة قاعدة في المنطقة الشرقية لمدة 30 عام. هذه موجودة، وثيقة موجودة وأعلنت، وهذه الوثيقة تسريبات صحفية، وحتى هناك منها نسخة أعلنت في الإذاعات الليبية، لكن للأسف الشديد الإذاعات الليبية حيقولوا أنها موالية للنظام القذافي وبالتالي ما عندهاش مصداقية يعني. على كل السيد رشيد بن حميدة له ما يقول في هذا الشأن أيضا، وسأعود لك يا أستاذ عادل. يعني أضحكتني صحيح، القذافي نفسه قال أنا وجودي في الحكم ضمان لأمن إسرائيل، يعني أستغرب هذا. هو قدم خدماته أنه يبقى في الحكم مقابل أنه يحافظ على أمن إسرائيل. وهناك أنباء صحفية عن زيارة لسيف الإسلام لإسرائيل واستلم منها أسلحة، كما وجدت ثوار مصراتة عدة أسلحة مستوردة من إسرائيل. على كل، قد يصبح الموضوع الإسرائيلي شماعة يستمد أو يريد أن يستمد منها كل طرف شرعيته النضالية وشرعيته في الحكم أو عذريته السياسية بين مزدوجتين. دكتور عادل، لديك ما تضيف في هذا السياق؟ نعم، توضيح فقط، لا أريد أن يفهم كلامي يعني عن طريق الخطأ عندما تحدث عن شخصية برناردو ليفي أو عن يعني التوجهات الفرنسية وخفاياها، فأنا لا أشكك في شرعية يعني المجلس الانتقالي الحالي وفي الثورة الليبية. شرعية القذافي هي ماذا؟ هي شرعية ثورية، هي شرعية انقلاب عسكري. الآن نحن أمام مشروعية نضالية صحيح. ما هي أسس هذه المشروعية بالنسبة للمجلس الانتقالي؟ هو كونها هناك توافق ليبي حولها، هناك أغلبية شرائح المجتمع الليبي حول المجلس، وخاصة هناك تبني للثورة. وبالتالي أنا أستغرب من الأخ عندما يقول انتخابات من القاهرة. المجلس الانتقالي له مشروعية صحيح، ليست هناك شرعية. وليبيا من أصلها يعني منذ مسك القذافي بزمام الأمور يعني منذ 42 سنة لم يعد هناك حديث للشرعية. أرجو أن يفهم كلامي في هذا الإطار. تدخل برنار هنري ليفي لا يعني أن الثورة يعني تقود وتساندها إسرائيل، بل بالعكس زوال القذافي هو خطر على إسرائيل. وصلت هذه الفكرة. على أن نسأل مراقبا محايدا في هذا الصدد النقاش، الشرعية الثورية والشرعية الانتخابية ما بين القذافي وحتى الشرعية الدبلوماسية في الحقيقة في تمثيلية المجلس الوطني الانتقالي، كيف تنظر إليها أنت كمراقب لشؤون الدولية بحياد سيد ماركو؟ International point of view is wide. I mean, إن وجهة النظر الدولية هي نقطة واسعة للغاية، تشمل من روسيا إلى الصين، ولكن بعض الآراء فيما يخص المجتمع الدولي بخصوص شرعية المجلس الانتقالي الثوري لروسيا ربما حالة خاصة، وبالتالي فإن هناك بعض الدول لديها مشكلة داخلية. الروس لديهم مشكلة في الشيشان والقوقاز، والصين كذلك لهم مشاكل في المناطق الغربية وتايوان، وبالتالي فإن هناك حركات انفصالية. مثل هذه الدول
تنزع إلى أن تكون توجه اللوم. هذه الموجة من الاعتراف الدولي وتحركها مؤخرا، ألا يشجع ذلك مثل ما ذكر دكتور محمد من القاهرة أي جهة انفصالية، أي مجموعة إثنية أو حتى طائفية أن تنفصل وتؤسس لها مجلس انتقالي وتقول أنها لديها شرعية ثورية وتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويعترف بها؟ Well, you're making my point. That's exactly my point. أنت بالفعل تشير إلى ما طرحته. أنت تؤكد ما ذكرته. هناك بعض الدول لديها مشكلات ولديها حركات انفصالية، ويمكن كما تعلم يمكن أن تعطي صوتا للدفاع عن مجموعة ما ترغب في إحداث تغيير في بلدها وتسعى إلى الحصول على اعتراف بها، وكما ذكرت موضوع كوسوفو وفي حالة الشيشان وفي جنوب السودان. هناك الكثير من الجهات عندما تنظر مسؤولية عن المجتمع الدولي، هل يعترف أم ينتظر أم ماذا؟ هناك المسؤولية، مسؤولية الحماية. عندما تقوم حكومة ما بذبح ومهاجمة شعبها، كما تعلم في أن مبدأ أن هناك مبدأ حماية المدنيين، حق حماية المدنيين، كل جهة ربما تفسره بشكل مختلف. في شمال العراق في 81 عندما تم فرض منطقة حظر الطيران بسبب وبسبب قرار مجلس الأمن في التوجه إلى منطقة مثل كوسوفو، فإن التدخل الإنساني بدون قرار مجلس الأمن بسبب الموقف الروسي، إلا أن الناتو أخذ ذلك على عاتقه وانبرى بالتدخل، وبالتالي فإن الناتو تصرف حتى في إطار مجلس الأمن الدولي. إن الموضوع الليبي إنها حالة فرضتها الظروف، ولا بد أن تتوفر لها الحماية. وفيما يخص كما تعلم في منطقة الأقراط في شمال العراق، كان هناك ضرورة لاتخاذ كل ما يلزم من أجل حماية الناس والمدنيين هناك، وبالتالي فإن ذلك بموجب قرار مجلس الأمن. نعم، في الحقيقة الجدل في القانون الدولي قد يتسع ويتشعب حول أن يصبح الرئيس أو القائد هدفا لذاته، أم أن الهدف هو دائما حماية المدنيين من باب مسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم. معنا عبر الهاتف أسعد أبو قيلة من ليبيا، وهو صحفي وكاتب ليبي. تفضل سيد أسعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أسعد بي أبو جيلة، صحفي وكاتب ليبي ومدون على شبكة الإنترنت. قبل البداية يا سيدي أريد أن أرد على ضيفك الذي قال حماية المدنيين. أسأله لماذا المجتمع الدولي لا يحمي المدنيين الفلسطينيين من العصابات الصهيونية؟ أيضا المجتمع الدولي. وأدخل في طب الموضوع وأقول أن الموقف الدولي والدول الاستعمارية تكيد بمكيالين ويقولون كلام غير معقول. الموقف الدولي والدول الاستعمارية تقول يجب على القذافي أن يرحل من ليبيا، والحقيقة أقول أن معمر القذافي رحل من ليبيا منذ 33 سنة عندما سلم السلطة والثروة والسلاح للشعب الليبي. لكن من الحاكم الفعلي في ليبيا عفوا؟ أليس هو وأبناء؟ هذا الكلام يردده العقيد القذافي. القائد العام للقوات المسلحة الليبية. نعم سيد رشيد يقول أنه يبقى القائد العام للقوات المسلحة. سيدي أنا صحفي وكاتب ليبي، القذافي لا يملك شيء في ليبيا. ماذا يملك؟ سلم السلطة للشعب. القذافي عبارة عن مرشد وقائد، هذه حقيقة. هو يحكم ولا يملك، هو ليس ملكا. هو لا يملك ولا يحكم ولا يصدر الأوامر. الاثنين معا. عفوا سيدي، وتحدى جماعة المعارضة الليبية أن يأتوا لي بورقة وقع عليها معمر القذافي. لماذا يحرض على قتل الليبيين؟ لماذا يحرض على قتل الليبيين؟ أسألك، لماذا يحرض على قتل الليبيين في التلفزيون وأمام العالم على شاشة التلفزيون؟ نعم. نعم سوف أجيبك يا سيدي. الذي يقتل الليبيين هو حلف الناتو، هو حلف الناتو الذي يرمي بالقنابل. القذافي لا يقتل. وماذا عن المرتزقة الذين يقتلون الليبيين والأنباء عن ذلك؟ نعم سوف أجيبك وأقول لك إن المرتزقة هم الذين يقودون في طائرات F-16 والرافال
والبوارق الحربيه هؤلاء هم المرتزقه من حزب الناتو عموما. سوف اكمل يا سيدي. الموقف الدولي والدول الاستعماريه ألف شهيد في مصراته، من قتلهم ألف شهيد في مصراته، من قتلهم ألف شهيد مدني في مصراته. عفوا نعم تفضل تابع. عفوا دعني اكمل. الموقف الدولي والدول الاستعماريه تقول انها جملت ارصده للقذافي، والحقيقه اقول لك ان معمر القذافي لا يملك منزل ولا سياره ولا رقم حساب مصرفي داخل. لكن في امريكا يقال ان الارصده بالمليارات، السيد ماركو تحدث عن ذلك منذ قليل. لا نعم. يا سيدي سبق وان اجرت معي قناه البي بي سي مقابله، وانت تستطيع ان تدخل على محرك جوجل وتكتب معمر القذافي لا يملك منزل ولا سياره ولا رقم حساب مصرفي، ذكر مسعد ابو جيله. وهذه حجه صحفي عملتها قبل الاحداث. القذافي لا يملك شيء. عموما لو تسمح لي اريد ان اضيف بسرعه لانه عندنا تدخل ثاني لو سمحت. اريد ان اضيف يا سيدي نقطه اخيره. اسمح لي أن أقول أن حزب الناتو الاستعماري يواصل قتل مئات الليبيين وتدمير البنية التحتية أي حماية المدنيين. وهنا أتساءل لماذا المجرم أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية للحقق في جرائم حزب الناتو؟ عفوا هو مدعي وليس مجرم. دعنا نسمي الأشخاص بصفاتهم وأسمائهم الحقيقية. نعم. عفوا سيدي كلمة أخيرة سيدي. تفضل. عفوا كلمة أخيرة. أنا تقدمت بمذكرة اعتقال للمحاكم الليبية والمحاكم الدولية. المذكرة تطالب باعتقال المجرم لويس أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي لا يريد أن يحقق في جرائم حزب الناتو. نعم وصلت هذه الفكرة. أنت تصر على وصفك سيد أبو قيلة الكاتب والإعلامي الليبي، شكرا لك. نأخذ الآن اتصالا من الدوحة معنا الإعلامي والمعارض الليبي سيد محمود شمام. سيد شمام، هل يمكن القول أن المجلس الانتقالي الوطني الانتقالي الليبي بدأ يحقق اختراقات دبلوماسية لافتة في الدول الغربية رغم التعثر على المستوى العربي؟ أولا أسأل كم لدي من الوقت حتى أرد على كل الطرحات التي طرحت في برنامجك سيدي؟ كم لدي؟ نحن نسمح للجميع بالتدخل سيد محمود ونربو على وصفها بالطرحات. تفضل. لا. كم لدي من الوقت؟ تفضل. كم لدي من الوقت؟ أنا أسألك. لديك متسع من الوقت يكفي لعرض النقاط التي تريد أن تعرض. لا كم لدي من الوقت؟ أنا أعرف البرنامج سينتهي بعد 7 دقائق، أليس كذلك؟ نعم. على كل تنظيم الوقت وإدارة. أنا أعتذر. فضل سيد محمود، أنت إعلامي وتدرك قيمة الوقت. لا المنتج المنفذ عندما اتصل بي قال أنت ستكون ابتداء من الساعة 6 الآن أدخلتني على كثير من الترهات وكثير من الأكاذيب لتطلب مني، كأنك تريد أن تحلل هذه الحلقة بي. لا سيد محمود، أنا أعتذر. أنا أعتذر عن المشاركة بعد هذه الغوغائية التي سمحت بها في برنامجك، وبعد أن اختصرت لي الوقت في. ليس أنا من يختصر، ربما تعذر الاتصال قبل ذلك سيد محمود، أنت إعلامي وتعرف. لم يحصل أي اتصال. الإكراهات الفنية، ربما هناك إكراهات فنية. لا أعتقد أن لا أستطيع أن أشارك ب. على كل نحو نرحب بمداخلتك فيما تبقى من الوقت إن أردت، هذا حقا. وأعتذر. شكرا لك سيد محمود شمام الإعلامي والمعارض الليبي. على كل نعود إلى القاهرة دكتور محمد سليمان. تجميد الأرصدة الليبية في أمريكا وصفت بأنها خطوة أمريكية أيضا جريئة، وإن تأتي بعد تردد دبلوماسي لضخ أموال ومنح الدعم الكافي للثوار، كيف تنظر إليها أنت؟ أنا للأسف الشديد أول أرد على محمود شمام الذي استخف بهذا البرنامج وبالضيوف وسمى الكلام الذي نتحدث عنه ترهات، بل هو الذي تحدث عن ترهات ومعروف يعني أجندته وتبعيته لقطر، ولذلك فلا أرد عليه ولا أدخل نعم في ذلك. نعم فلنمضي إلى الجواب. عموما بالنسبة إلى الأرصدة، هذه تعتبر قرصنة وتعتبر أيضا بادرة خطيرة في القانون الدولي أن تجمد أموال دولة ليبية ويطلق عليها أنها أموال للقذافي، بغض النظر أن القذافي يملك حساب ولا يملك حساب، هذا شكل ثاني لا نريد أن ندخل في هذا الجدل. هذه الأموال أموال ليبية، أموال الحكومة الليبية من أصول وحسابات واستثمارات، وبالتالي تجميدها وإعطاء طرف
هذه الأموال على حساب الطرف الآخر تعتبر هذه بادرة خطيرة أيضا في التشريع الدولي، على أساس أنها دعم لجهة على جهة على حساب جهة تانية. الشعب الليبي في المنطقة الغربية أيضا محتاج إلى الغذاء، محتاج إلى الدواء، محتاج إلى هذه الأموال ليسير دفة الحياة، وبالتالي من الجريمة أن تستقطع هذه الأموال وتعطيها لجانب آخر على حساب جانب ثالث، رغم أن القرار قرار الكونغرس أو قرار الحكومة الأمريكية جاء بتجميد جميع الأرصدة الليبية. لكن هي أموال ليبية في الحقيقة سيد محمد، هي أموال ليبية وليست أموال القذافي، هي أموال ليبية وليست أموال القذافي، إن كان الأغلبية يرون ذلك. الأموال الليبية، نعم أنا معاك، الشعب الليبي الشعب الليبي يا أخي هذا الكلام مردود عليه، هذا الإفلاس الإعلامي، هذا الإفلاس الإعلامي الذي تتحدث عنه أرصدة القذافي، والشعب الليبي مهضوم، والشعب الليبي انظر إلى مصراته نفسها، مصراته تضاهي دول أوروبية، المصانع كلها في مصراته، بنية التحديد كلها في مصراته، الاقتصاد كله في مصراته، الأمم المتحدة وقانونية الأمم المتحدة لها ليست إذا كانت إذا كانت تحت الأمم المتحدة وتحت طائلة الأمم المتحدة، فلماذا الكونغرس الأمريكي وجون كيري يخرج علينا بتشريع أو بمسوغة تشريع يريد أن يستقطع هذه الأموال وتسيرها لجانب آخر؟ إذا دع الأمم المتحدة هي التي دعي الأمم المتحدة هي الحكم في هذه القضية. نعم شكرا دكتور محمد، تفضل سيد مالك. $30 billion of assets. هناك 30 مليار من الدولارات في قيمة هذه الأصول في بعض الدول الأوروبية وفي كندا والولايات المتحدة. هذه الأموال الحكومة الأمريكية لا تسعى إلى السيطرة عليها، إنها فقط تم تجميدها في أصول ستقدم إلى المجلس الانتقالي المؤقت، وعندما تأتي حكومة جديدة فإن في ليبيا فإن هذه الحكومة الجديدة ستحصل على هذه الأموال بشكل مباشر. هذه الأموال الخاصة بقذافي وأسرته إنها أموال مافيا. نحن نتحدث عن الشعب، يجب أن نميز ما بين الشعب الليبي والأموال القذافي، وهذا هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى من أجل دعم هذا المجلس الانتقالي. وبمجرد أن تأتي حكومة جديدة، حكومة شرعية جديدة تأتي إلى الانتقال العالمي، سيكون لها الحق في الحصول على هذه الملايين. أنا عندي أملاك في ليبيا، في بصرات، في طرابلس، انتزعت مني بدون أي حق ولم ترجع لي إلى حد الآن. الثروة هذه اللي هي 42 سنة لم يشمها حتى شم الشعب الليبي، كانت لعمل إرهاب في العالم، كانت لعمل لمساعدة رؤساء دول في الانتخابات، كانت لعمل مؤتمرات داخل ليبيا، مؤتمرات للقذافي وتأليه القذافي. الشعب الخدمات الصحية صفر في ليبيا، لا توجد خدمات تعليمية، لا توجد حتى البنية التحتية، حتى البنية منهارة تماما مقارنة بدولة غنية كليبيا. فهذه مأساة. أنا شخصيا تأخذ أموالي أرجع لليبيا وأقعد في بيت أقاربي، لا بيتي أخذ في ليبيا. ما يعني هم استولوا على كل شيء، يعني أصبحت ليبيا بالنسبة للقذافي وما فيها يعني عبارة عن عبيد ورقيق له فقط. حقيقة الموضوع هذا ليس حكرا على ليبيا، إثر الثورة التونسية تحدثنا عن أموال في سويسرا، إثر الثورة المصرية أيضا. لعل موضوع ضخ الأموال لمساعدة الثوار والحكومات الانتقالية أو المجالس الانتقالية للحكم موضوع أيضا يدخل في طائلة الدبلوماسية الدولية ودورها حينما يحتدم الصراع في الداخل. أستاذ عادل، في هذه النقطة بالذات، هل إن ربما وضع يد الأمم المتحدة على أموال مجمدة دوليا يخولها أو يخولها الحق لمنحها للحاكمين الجدد أو الثوار أو المجلس الانتقالي أو أي اسم؟ هو هناك يعني مشكل سياسي فعلي ومشكل قانوني صحيح. من وجهة النظر القانونية هناك ربما إجراءات يعني لا يمكن أن تسلم يعني هذه الأموال إلا لحكومة شرعية، يعني شرعية قانونية بمفهوم يعني سويسرا أيضا المجتمع الدولي. بتقديم ملفات تؤكد فساد هذه الأنظمة وفساد رؤسائها ومن سربوا هذه الأموال حتى تسلمها.
الفساد في العالم العربي لا يحتاج إلى إثبات، هو خاصة لو الأخ الذي كان متدخل من القاهرة عوض أن يسأل عن شرعية هذا العمل أو التجبيد إلى غير ذلك، كان علي أن يتساءل من أرسل هذه الأموال إلى الخارج. هذا المشكل الأول. المشكل الثاني أن هناك شركات تدير صناديق سيادية ليبية، ربما لو استمعنا إلى رد الأخ من القاهرة. هناك هذه استثمارات ليبية، هذه استثمارات ليبية. نعم. جميع الدول في العالم لديها أرصدة في كل دولة، هذه استثمارات ليبية. كيف تحكم الحكومات؟ من يتصرف أرصدة وأسهم وأسهم في شركات معينة وأسهم في في بنوك معينة، كيف تدار الدول؟ يعني هل معقول أن كل الأموال الليبية لازم تأتي لثورة أبناء القذافي؟ استثمارات لمصلحة العائلة. أي ثورة أبناء القذافي يا عزيزي؟ هي تضخيم إعلامي أكثر. يعني أكثر ليبي الدول أكثر الدول العربية أكثر الدول أكثر الدول أكثر بين القاهرة وباريس. نعم. أثبتت الأبحاث في تونس أن سيف الإسلام له علاقات مع عائلة بن علي وعلاقات تجارية واقتصادية واستثمارات مشتركة. هذه أبحاث موجودة في تونس. وما يعني وما وهذا وماذا يعني أن هو يقول مع هذه هي أموال الشعب لديه علاقات لديه علاقات حتى مع الحكومة الأمريكية مع توني بلير صديق شخصي لي، ماذا يعني يعني؟ ما شفت بأي صفة هو يتصرف في أموال ليبيا بهذا الشكل؟ ما هو موقعه؟ لا يتصرف في أموال ليبيا. هو لا يتصرف في أموال ليبيا. خرج علينا فرحات بن قدارة. لا سمحت. معناها أنه ابن القذافي. لو سمحت فرحات بن قدارة محافظ بنك ليبيا المركزي ومنضم أيضا للثوار صرح بأن القذافي لا يتدخل في شؤون البنك المركزي. فرحات بن قدارة محافظ ليبيا الذي استقال نفسه كتب في صحيفة لأول مرة في صحيفة من حوالي 21 يوم. قال إن القذافي وأبنائه لا يتدخلون في أموال الشعب الليبي، وقال أيضا سألوه عن يوجد لدى القذافي أموال في سبها ومش في سبها، قال إن العملة الليبية تشتري من بنوك معروفة. نعم، حتى نغلق هذا القوس قوس الأموال في الخارج وعلاقتها بالدبلوماسية ودعم أطراف النزاع، لعلنا فيما تبقى من الوقت نختم مع السيد ماركو كقراءة إلى مآلات الوضع ومسارات الوضع الدبلوماسي. هذه المعركة الحرب لا تدار بالقوات العسكرية فقط، وإنما بالدبلوماسية أيضا. قد يتحقق ما تعجز عنه أو عن تحقيقه القوات العسكرية. إلى أين يسير مجلس الحكم الانتقالي أو المجلس الوطني الانتقالي؟ هل يكسب أراضي دبلوماسية جديدة ونقاط إضافية؟ باختصار، بعد 42 عاما من الدكتاتورية قبل 3 سنوات بزغ هذا الكيان الجديد، وخلال هذه الظروف الصعبة أعتقد أنه أنجز هذا المجلس أنجز الكثير من أجل ليبيا والليبيين. هناك 4 عقود مضت كانت صعبة. نعم، في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا مشاهدينا في الأستوديو. كان معنا السيد رشيد بن حميدة ممثل مجلس ثوار مصراتة بلندن، وكذلك السيد ماركو فيتشينزينو مدير مشروع الاستراتيجية الدولية، أرجو أن نطقت الاسم صحيح بالإيطالية، ومن باريس الدكتور عادل الطيفي أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة السربون. كذلك شارك معنا من القاهرة الدكتور محمد سليمان الورفلي أستاذ التاريخ الحديث في جامعة 7 أكتوبر الليبية. شكرا لكم جميعا. قبل أن نلتقي مشاهدينا ومستمعينا لنفتح وإياكم أجندة أخرى، هذه تحية مني أنا مكي هلال، دمتم بخير وإلى اللقاء.